مسجد قنيباي الرماح تحفة أثرية تآلف فيها الفن المعماري مع الزخرفة الإسلامية، ويعد أحد أبرز المساجد المعلقة التي اكتسبت شهرة ومكانة كبيرة وإبداعا في العمارة. المسجد بناه الأمير قنيباي الرماح أحد أمراء السلطان قيطبي المقربين، والذي اشتهر بالشجاعة والفروسية. أنشئ المسجد الذي يطلق عليه مدرسة قنيباي بميدان صلاح الدين بالقلعة عام 908 هجرية، وتم بناؤه على نظام المدارس ذات التخطيط المتعامد، إذ يشتمل على صحن مكشوف تحيط به أربعة إيوانات معقودة، وقد اختلف عما سبقه من مساجد المماليك الجراكسة في طريقة تسقيفه، حيث اتخذت جميعها من الحجر على هيئة قبوات مختلفة الأشكال. يحتوي المسجد على مئذنة كبيرة ومحراب وقبة على سطحها الخارجي، زخارف نباتية دقيقة منحوتة بفن وإتقان مبهر يعكس تطور الفن المعماري في هذه الحقبة الزمنية. ويضم المسجد أيضا سبيلا ومدرسة كانت تدرس فيها جميع العلوم، وكان يطلق عليه آنذاك الكتاب، وكان ارتباط الأمير الرماح شديدا بهذا المسجد، وطلب أن يدفن فيه حين تأتيه المنية، وبالفعل تم تحقيق أمنيته ومطلبه، ودفن في ضريح له داخل المسجد.